أعلن المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي عن إرسال قوافل من المساعدات إلى لبنان. الشيخ الكربلائي وفي بيان أعلن أنه سيتم إرسال قوافل من المساعدات عبر البر والجو لإغاثة الشعب اللبناني بتوجيه من المرجعية الدينية العليا. وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد السيستاني طالبت ببذل كل جهد ممكن لوقف العدوان الصهيوني الهمجي المستمر وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة، داعية المؤمنين إلى القيام بما يساهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.